انا دي هعرضها على حضراتكم، بس عندي واحده تانية ممكن تكون معبره اكتر، لاننا بنتضامن بيها مع كل صحفي، مع كل حر، مع كل صوت. موضوع زامبيا ما خلصش، هو مش هيخلص، هيفضل فيه علامه استفهام كبيره. وبصراحه انا ما يهمنيش يخلص ولا ما يخلصش، لانه في النهايه هيتحط جنب اخواته من بلاوي عبد الفتاح السيسي وفضايحه الكتيره اللي ما خلصتش، بس هتتحط لامتى وتتستف لغايه ما يجي يوم الحساب. الحساب تقل ويومه قرب قوي قوي، وعند الله طبعا حسابنا كلنا. تعال ما اقول لك ايه الجديد في طياره الدولارات والذهب والظباط. عندنا ثلاث نقط جديده يهمني حضرتك تعرفها. اول حاجه اللي بيحصل لمنصه ما تصدقش واعتقال احد صحفيهم. ليه؟ بسبب شغلهم الاستقصائي، الصحافه الاستقصائيه في موضوع الطياره. كل متابع حضراتكم اكيد تابعتوا خبر اعتقال احد صحفيين المنصه، وهو الصحفي كريم اسعد. كريم صحفي خريج كليه اعلام وبيمارس عمله، بس منصه عملت بيان عن كواليس اعتقال الصحفي كريم اسعد ده. دي صوره كريم، كريم 29 30 سنه بالكتير، اتجوز وعنده اولاد، ودي عملوا بيان ما تصدقش، عملت بيان عن طريق منصاتها الاعلاميه وقالت اللي حصل. بيان من فريق منصه ما تصدقش لتدقيق المعلومات في الواحده من صباح اليوم السبت امبارح. يعني تعرض زميلنا الصحفي كريم اسعد عضو فريق تحرير ما تصدقش للاعتقال بعد ان اقتحمت منزله قوه امنيه من مسلحين بملابس مدنيه، ضربوا زوجته وهددوا طفلهما وبعثروا محتويات الشقه، ثم اصطحبوا زميلنا كريم لمكان لا نعلمه حتى الان. لم يسأل المسلحون زميلنا قبل اعتقاله سوى عن تغطيتنا على مدى الأيام القليلة الماضية لحادث طائرة زامبيا القادمة من مصر، لكن هذا التصعيد المروع بدأ قبل حادث الطائرة وعلى مدى الأشهر الماضية. واجهنا حملة تشويه شرسة ودعاوى تحريض ضد منصتنا والعاملين بها. تصدقش منصة على السوشيال ميديا ليها منصات، حسابات بتتكلم عن طريقة مش أكتر من كده. هتقول يا جماعه الفيديو بتاع ايوه دي، شكرا شكرا شكرا، ده تضامنا منا مع ما تصدقش وتضامنا منا مع كل صوت حر. بيتفق معانا، بنختلف معاه، بنتفق مع بعض. في النهايه الصحافه مش جريمه، ومش من حق اي سلطه انها تعتقل صحفي لانه بيمارس عمله. ده لازم يكون واضح، مش بس اعتقال اسعد، الموضوع وصل من الغباوه في التعامل انهم حاولوا يهكروا الصفحه، صفحاتهم، حساباتهم بتاعت ما تصدقش. ولما قبضوا على كريم بداوا يبتزوه، يعني تعرضوا له بالضرب وبالسباب هو ومراته، وعلشان ياخدوا منه الباسوردز بتاعت المنصات ابتزوه بابنه. انت متخيل؟ وبعدين دخلوا لمنصات ما تصدقش وحذفوا الخبرين المتعلقين بموضوع الطيار اللي هم بالاسماء، اسماء البهوات الباشوات اللي اتمسكوا اهو. بيان صحفي: تتعرض صفحات منصة ما تصدقش على مواقع التواصل الاجتماعي لاختراق امني، وجرى مسح موضوعين من على صفحة فيسبوك بعد تغطيتنا لحادث الطائرة الزامبية القادمة من مصر، والتي كشف تحقيقنا تورط عدد من المسؤولين المصريين بها. كما يتعرض فريقنا من الصحفيين لهجوم امني موازي للاختراق الالكتروني، نحمل السلطات الامنية في مصر مسؤولية سلامة فريقنا. تمام؟ طبعا مش هقول لك عن اللي بيتعمل على السوشيال ميديا مع كل حد بيكتب، وازاي مؤسسات اعلاميه المفروض انها محترمه تعمل بلاغات كوبي رايت وحقوق ملكيه والكلام ده، ما علينا، ده مش مهم. انا بس عايز اقول للناس اللي لسه بتتبع الاسلوب ده، يعني مفيش عندكم واحد ب3 جنيه يقول لكم ان الهبل ده مش هيجيب اي نتيجه يا بهوات؟ يا بهوات احنا في 2023، الناس بتتكلم في ذكاء اصطناعي وانتوا لسه بتفكروا في اختراق وحذف، وكأن المنصة بتاعت ما تصدقش ولا غيرها مش هتعرف ترجع الخبر تاني، وكأن المنصة دي خبر نشر الخبر، نشر الخبر ده يعني على حبل غسيل في بيتهم. انتوا متخيلين ان هم ناشرين الخبر ده على حبل غسيل في البيت؟
ما كل الدنيا شافت وكل الدنيا شيرت وكل الدنيا اعادت النشر مره تانية. هو يا جماعه اللي ماسك الاعلام عندكم ده رتبته ايه؟ قمباشي ولا بشاويش؟ يا جماعه ما ينفعش كده يا سياده الوزير. مش كون اسم حضرتك جاء في الخيه مش معناه انك تتعامل كده بالغشم ده وبالعنف ده. فكر، اسال قبل ما تتصرف عشان تصرفك ما يجيبش نتائج عكسيه. التعامل الامني مش هيقدم ولا ياخر في حال البلد المتنيل بستين ميل. اتكلمنا ولا ما اتكلمناش في حقائق؟ في طياره مصريه اتمسكت في زامبيا، اتكلم عن ده مسؤولين في زامبيا منهم رئيس الجمهوريه في زامبيا، وقال ان كل واحد هيتعاقب. زامبيا كدوله مستنفره على الموضوع ده. في قيادات امنيه، في 2 ضباط جيش، واحد ضابط شرطه، وواحد مستشار عسكري بيشتغل في شركه خاصه، وواحد ولا 2 تجار ذهب، وفي طيار ومضيفه مصريين. كل دول وفي لسه الاسم السادس اللي مش عايزين تعلنوه. طلعته ابراهيم العرجاني قال ابنه عصام عشان نشوف بس العجب العجاب اللي احنا فيه. لما اتكلمنا والبعض على وسائل التواصل الاجتماعي قال يبدو ان عصام ابراهيم العرجاني هو اللي كان في الطياره. طلعوا عصام ده اول امبارح، عيل عنده 24 سنه. طلعوه مع واحد صاحبه واقفين في القاهره ووراه برج القاهره تقريبا وعلى قصر النيل، عشان ده حد اختاره له صح عشان يقول ان انا في مصر في القاهره اهو. فصاحبه يقول له والله انا فرحان قوي ان انت معايا وبتاع، مش عارف كان تقريبا بيبارك له، عنده خطوبه، كاتب كتاب طهور، انا مش عارف. بس خلاص عمل البوست ده ونزله، عمل الفيديو ده ونزله. فتقوم بقى المنصات الاعلاميه التابعه لشركه المتحده للاعلام، ودي تابعه للقوات المسلحه. شركه المتحده دي عندها صحف وقنوات وشركات انتاج اعلامي وفني تقوم المنصات الاعلاميه بتاعتها تاخد البوست ده والفيديو ده وتنزله. انا كمواطن مصري مالي ومال عصام ابراهيم العرجاني وشركه المتحده بتنزل البوست ليه؟ هتقولي عشان تنفي؟ لا، انت كده بتثبت ان في علاقه بين شركه المتحده اللي هي تبع الجيش وبين عصام ابراهيم العرجاني. كده البطحه يا فندم بانت للناس. يا جماعه شوفوا حد يفكر لكم، يا جماعه شوفوا حد يفكر لكم بجد والله العظيم. انت متخيل الشركه اللي تبع الجيش منزله بوست لعصام ابراهيم العرجاني؟ امين. فين ابوه؟ فين ابراهيم العرجاني؟ ما يكتب لنا هو كمان، يعمل لنا فيديو. انا مش هشغل بال الناس بده، انا عندي حاجات اهم من ده كله. وعي الناس، ان الناس بقت فاهمه، ودي المعركه الاهم، ان الناس يكون عندها وعي. في احمد، في محمد، في علي، في ابراهيم، في عبد الله، في مينا، في او ما فيش، في الشعب 105 مليون وارادتهم غلابه اكتر من اي حد. تاني، الحل الامني مش هيقدم ولا ياخر في حال البلد. حل البلد بقى صعب والناس كلها شايفها. كل امانينا بالسلامه للزميل كريم اسعد، ودعواتنا ليه انه يرجع بسرعه لزوجته وابنه وبيته وشغله ورسالته الاعلاميه. بالمناسبه نقابه الصحفيين نزلت بيان عن كريم اسعد، يجيب لنا البيان. في بيان من نقابه الصحفيين، لانه هو صحفي وخريج اعلام وبيمارس عمله الصحفي، واللي جرى له ده بس لانه بيمارس عمله مش اكتر من كده. اللي قدام حضراتكم ده بيان بيتكلم بلسان حال النقابة عن كريم. حريات الصحفيين تطالب بالكشف عن مكان احتجاز الصحفي كريم أسعد وإطلاق سراحه، وتجدد مطالب الإفراج عن الصحفيين وكل الصحفيين مش بس كريم. نتمنى له السلامة. والعمل الإعلامي مش جريمة، ولا الصحافة جريمة، ولا أبدا هتكون جريمة في يوم من الأيام. كريم أسعد هو صحفي مصري تخرج من كلية الإعلام جامعة الأزهر عام 16. بدأ مشواره الصحفي بالتدريب في موقع جريدة الشروق 2014. كتب في الشؤون المصرية والعربية لعدة مواقع كإضاءات ورصيف 22 والمونيتور، ويأتي القبض عليه ليرفع عدد الصحفيين المحبوسين إلى 24 زميل، بينهم 9 نقابيين. 9 نقابيين وهم 24 زميل صحفي. نتمنى لهم السلامة، ليهم كلهم. بالمناسبة خلوني أبعت رسالة للبهوات المجتمعين لسه في الحوار الوطني. كريم أسعد
هات لي صورته بس عشان يشوفوه كويس ويبقوا عارفينه كويس. كريم أسعد ما ارتكبش عنف ولا إيده ملوثة بدم. كريم أسعد صحفي بيتناول الأخبار والمعلومات مش أكتر من كده، بيقوم بشغله، صحفي استقصائي. فياريت اللي بيتواصلوا مع السيسي والرئاسة يقولوا له بالراحة، لأنك بكده بتهد كل اللي انتوا قاعدين تعملوه، بيهدلكوا كل اللي انتوا بتعملوه، كل اللي بتعملوه بيهدوه بالإجراءات دي. كريم من حقه الحرية، ومن حق كل صحفي في مصر الحرية، ويمارس شغله بدون ترهيب وبدون ضغط. مش لازم كلنا نبقى أحمد موسى يا جماعة، مش هتمشي كده والله، ما لازم كلنا نبقى أحمد موسى. عندكم إعلام للنظام، ولازم يبقى فيه إعلام للشعب يقول الحق، المعلومة حتى لو كان بتضايق حضرتك، بس هي معلومة. المقياس مش بتحبها ولا بتكرهها، المقياس هي صح وحقيقية ولا غلط. طيب خلونا نروح للنقطة الثانية في موضوع الطيارة، أسماء المتهمين اللي منصت ما تصدقش كان ليها جهد بارز في كشفهم وكشف هوياتهم ومناصبهم، وده شغل الصحفي. ما تقوليش هم بيعملوا، لا ده شغله الصحفي كده بيعمل، ده شغله مش أكتر من كده. عموما معانا صور من أوراق التحقيق وأوراق القضية في زامبيا، وفيها خمس متهمين أو أسماء خمس متهمين بالإضافة للطيار والمضيفة. دي الأسماء، ريبابليك أوف زامبيا في سنة 2013 زي ما أنتوا شايفين، ديستريك هولدن آت لوساكا. أهو بيتكلموا عن وليد رفعت فهمي بطرس، بيتكلموا عن منير شاكر جرجس عوض، بيتكلموا عن محمد عبد الخالق محمد جودة، وعن ياسر مختار عبد الغفار، وبيتكلموا عن مايكل عادل ميشيل بطرس، وبيتكلموا عن علي صافي وعلي صافي علي عبد الله علي، وعن نهى صلاح الدين علي نديم. دول المصريين 2 4 6 7، يبقى في خمسة والطيار ونهى المضيفة. رغم ان السلطات اعلنت انها قبضة على ستة، بس هم قالوا لنا خمسة. البلد كلها بتسأل عن المتهم السادس، تخمينات بقى هنا وتخيلات هناك، مين المتهم السادس؟ المتهم السادس هو ابراهيم العرجاني شخصيا ولا حد تاني؟ في الحقيقة أنا مش شاغل بالي كتير، ولا عايزك تشغل بالك بقصة هو مين الشخص، لأنه مش هيفرق كتير. إحنا عارفين إن السيسي حرامي وفاسد وفاشل ومجرم وخاين، كل اللي حواليه أغلبهم كده، بدءا من ابنه إبراهيم العرجاني وعباس كامل والناس دي كلها والوزير وكل الشلة اللطيفة دي. فمش هتفرق، مش هتفرق الاسم، مين كان في الطيارة ولا مين ما كانش. بالمناسبة مش شرط يكون حد من اللي انا قلتهم دول، المهم اننا يعني عرفنا ان في فساد، والمهم اكتر اننا نعرف السادة اللي اتمسكوا شغالين ايه. تعال شوف عشان تعرف احنا واصلين لفين. شوف يا سيدي، ضابط بالجيش ومستشار عسكري ما تصدقش تكشف هوية المتهمين في طائرة زامبيا. اول اتنين منهم ضابط جيش اسمه محمد عبد الحق، ومستشار عسكري اسمه مايكل عادل، عنده شركة متخصصة في تقديم الاستشارات العسكرية للجيوش لتطوير قدراتهم الدفاعية. هقول لك عليه تاني، هنتكلم عليه تاني دلوقتي. لكن ضابط الجيش محمد عبد الحق معاه ضابط تاني من القوات المسلحة المصرية اسمه ياسر الششتاوي او ياسر مختار عبد الغفور، ده اسمه. تكلم عنهم زميلهم اللي كان ضابط في القوات المسلحة، ضابط سابق في القوات المسلحة شريف عثمان، طيار هو كان، وقال الكلام ده. ده على لسان شريف عثمان ضابط سابق في القوات المسلحة، قال العقيد محمد عبد الحق والعقيد ياسر الششتاوي من قوات الصفوة الفرقة 3 7 صعق إرهاب دولي، تم إلحاقهم للعمل بالمخابرات العامة بوحدة حديثة تم إنشائها في عهد السيسي، وتم إيكال حماية الشخصيات الهامة لهم وضم كفاءات الضباط الموثوق فيهم لها GIS. معنى وجود عقيدين صعقة انهم بيأمنوا شخصية او حدث هام جدا، فليست رتب نقيب او مقدم او رائد او حتى عقيد،
احنا بنتكلم اتنين عقدة بيساوي تأمين حد مهم جدا. ده لازم نقف عنده الكلام ده. اتنين عقدة، عقدة في القوات المسلحة المصرية، ثلاث سبعات، اكيد بيأمنوا حد مهم. ادي صورة محمد عبد الحق، تعال نشوف مع بعض صورة محمد عبد الحق. ده ايجيبشن يرمي اهو عبد الحق، ده عقيد في الجيش المصري، ده عقيد في الجيش المصري. حسب ما تصدقش، قالوا انه وفق ارشيف وزارة الخارجية الامريكية، عبد الحق اشتغل في وظيفة مساعد الملحق العسكري في السفارة المصرية في واشنطن من سنة 2011 و2012، وكانت رتبته في الوقت ده رائد في الجيش المصري. تمام؟ طيب، وادي صورة ياسر الششتاوي، دي صورة العقيد ياسر الششتاوي. تمام؟ يبقى عندنا اتنين عقدة، اكيد تأمين شخصية مهمة. الاتنين زي ما شفتوا برتبة عقيد في القوات المسلحة المصرية في الجيش المصري، وعلى حسب رواية شريف عثمان الاتنين لسه في الخدمة وبيشتغلوا ضمن المخابرات العامة المصرية في قوات حماية الشخصيات المهمة. يعني الاتنين دول كانوا على الطيارة غالبا في مهمة رسمية. ليه؟ عشان بيحموا شخص مهم، ومش عاوزين نعرف اكتر من كده. خبية داخلية وخبية نظام، براحتك. ليه؟ انت لما بتخبي انت عارف انت بتعمل ايه؟ بتسيب العنان لخيال الشعب. الشعب يقعد يتخيل زي ما هو عايز مين كان على الطيارة، مين كان مع الناس دي. خلاص يا عم، يكشي الشعب يتخيل ان السيسي نفسه كان بيهرب بنفسه، ايش هتفرق؟ انتوا عايزين كده، انتوا عايزينهم يفضلوا يتخيلوا. اما المتهم الثالث، تعال نشوف المتهم الثالث. صاحب مصنع ومحلات ذهب في الزقازيق والتجمع، ما تصدقش تستكمل كشف المتهمين في طائرة زامبيا. المتهم الثالث منير شاكر جرجس عوض، تاجر ذهب وعنده مصنع ذهب ومصوغات اسمه شاكر جولد فاكتوري جينيوس جولد. عنده فرعين من المحلات بتاعته في الزقازيق والقاهرة، بتاع القاهرة موجود في الصاغة في حي الحسين. عنده محل كمان في فندق هيلنال لاند مارك بالتجمع الخامس. والده هو شاكر جرجس عوض، رئيس شعبة تجار وصناع المصوغات سابقا في الشرقية. الراجل ده مات سنة 2018، ساب لابنه منير إدارة أعماله في الذهب. منير معروف وسط الناس، وخش على اليوتيوب هتلاقي له فيديوهات بقى مع الليسي ومع غيره، يعني المطربين يعني. معروف باسم الخواجة، زي ما قلت لك عنده مصنع وبيشتغل من خلال المصنع ده بيدخل بعض الخامات التانية اللي بتشتغل مع الذهب، اللي بيشغلوها في الذهب يعني، علشان يشتغل في مصوغات مختلفة. المتهم التاني مايكل عادل مش بس مستشار عسكري شغال في شركة استشارات عسكرية، لا، امال ايه؟ ده كمان طلع منتج سينمائي. ده جواز سفره زي ما نشرته ما تصدقش، ليس مستشارا عسكريا فقط، صائغ، صاحب مشروعات وهمية في دول عربية، منتج سينمائي بالباطن. ما تصدقش حصلت على جواز سفره في المتهم الثاني في طائرة زامبيا زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشة. منقول من ما تصدقش، ده طلع منتج سينمائي وكان بينتج فيلم، هو أنتج بالمشاركة، كان ليه 70% من إنتاج فيلم من 30 سنة بتاع ميرفت أمين وأحمد السقا وشريف منير، فيلم لطيف حلو بتفرجوا عليه. وكمان عنده شركة في قطر، كان عنده شركة في قطر وكان داخل في استثمارات في سلطنة عمان وطلعت فنكوش، كانت استثمارات سياحية وطلعت أي كلام، وسبع عمان هو من فترة. أخيرا المتهم الخامس اللي هو ده، ما تصدقش تستكمل كشف هوية المتورطين في طائرة زامبيا. المتهم الرابع مقدم شرطة في وزارة الداخلية، مقدم شرطة في وزارة الداخلية، اسمه ايه؟ اسمه وليد رفعت فهمي بطرس عبد السيد. وليد رفعت فهمي بطرس عبد السيد. ما تصدقش قالت ان اسمه كان بيتطابق، او اسمه بالفعل بيتطابق مع اسم مقدم شرطة في مركز ملاوي محافظة المنيا. هو من مركز ملاوي محافظة المنيا. ده عرفوه ازاي؟ لما تتبعوا، ده شغل الصحافة الاستقصائية بقى،
تتبعه نعي احد افراد العيله، اتنشر في جريده الاهرام في مايو 2017، ووقتها نشروا اسمه رباعي. وفي يناير 2023 اللي احنا فيه ده، يناير اللي فات، نشروا نعي تاني لاحد افراد العيله واسمه ظهر فيه بالاسم الخماسي، وليد رفعت فهمي بطرس عبد السيد. يبقى يا سيدي عندك اتنين عقيد في الجيش، ودول لتأمين يعني على أعلى مستوى، لأنهم على أعلى مستوى الفرقة ثلاث سبعات، وتأمين شخصيات كبيرة أكيد كانوا بيأمنوا شخصية كبيرة مش هفأ، وتاجر ذهب، أدي اتنين عقدة وتاجر ذهب ومستشار عسكري ومقدم شرطة. دول الخمسة اللي كانوا على الطيارة مع شخص مجهول حتى الآن. دول بيعملوا إيه؟ وهل بيشتغلوا لحسابهم ولا لأ؟ الكتائب واللجان الإلكترونية بتاعت السيسي دي اللي على الإنترنت على السوشيال ميديا بتقول انهم برا مش في الخدمة اصلا، وانهم شغالين في شركات امن. طيب انا عايز اقول لك يعني الكلام ده كلام فاضي، وكمان لانهم بيزودوها بصراحة، بيقعد اقول لك ايه اصلا مش مهمتهم يعرفوا الحمولة فيها ايه ومش فيها ايه. ده كلام عبيط. مفروض شركات الامن بتقيم يعني مش شركات الامن بس، مش بس شركات الامن والامن بتاع المطار الامن المصري يعني، دي بتقيم اجرها بناء على الحموله. عايز يعرف هو شايل ايه علشان يعرف ياخد عليه فلوس قد ايه. يعني اللي شايل مثلا نحاس، سبائك نحاس، هياخد عليها فلوس زي اللي شايل ذهب؟ لا لا، ما تستويش. لازم لما تكذبوا كذبه كملوها صح. يعني انا هطلع اتنين عقده في القوات الخاصه في المخابرات العامه المصريه وجايين من ثلاث سبعات، ورائد شرطه، وراجل بتاع دهب، وراجل التاني برضو بتاع دهب وليه علاقة بالاستشارات العسكرية، علشان ياخدوا معاهم 127 كيلو نحاس وحوالي 6 مليون جنيه. وطيار، سيبك من الطيار علي الصافي ونهى سيف الدين اللي هي المضيفة دي، دول بيشتغلوا ده شغله. كل دول معاهم شخصية، الشخص السادس شخصية وزنة طالع معها حراسات مهمة. فتقول لي ان هم شركه امن وبره الخدمه؟ لا، هم مش شركه امن وبره الخدمه. والدليل اللي نشره شريف عثمان واللي نشرته ما تصدقش.